خلونا نبتدي اول شيء بالطبق الرئيسي اللي هو الكفته بالسبانخ ونشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجه لمعلقتين كبيره زيت نباتي او زيت زيتون، بصله مقطعه، 3 فصوص ثوم مقطعين، نص كيلو سبانخ مقطع، 500 جرام او نص كيلو لحمه مفرومه، بقدونس مقطع، معلقه صغيره كزبره، معلقه ملح، طماطم مقطعه على شرائح، كوب صلصه طماطم. اما لتحضير الرز اللي راح يكون الى جانب الكفته، بحاجه لكوب رز منقوع، نص كوب، كوب ونص مي، ومعلقتين زيت نباتي، لكن كوب رز، كوب ونص مي، ومعلقتين زيت، وطبعا ملح وفلفل. خلونا نبتدي اول شيء بتحضير الكفته. لكن لا تحضير الكفته اول شيء طبعا بدي احط اول شيء السبانغ مع البصل على النار وشويه ثوم. بدنا نقلب السبانغ مع البصل مع الثوم على النار بالوقت اللي بدنا نحضر الخلاط لحتى نحط فيه اللحمه. لكن عندي هون اول شيء الزيت على النار، بدنا نحط السبانغ مع البصل مع الثوم على النار حتى شوي البصل والثوم يدبلوا او يستووا مع السبانغ قبل ما نرجع نحطهم مع اللحمه ونعملهم على شكل كفته او كفته. لكن الزيت على النار. طبعا اليوم الكفته شوي مغيره عن العاده وحبيت اعملها شوي صحيه اكثر، خاصه لكل الاشخاص اللي ما كثير بحبوا الخضار، بدنا نجرب ندخل خضار مع الاكل، مثل مثلا الاطفال اللي ما بياكلوا سبانخ، فينا نكون عم نحول لهم اكله بحبوها كثير اللي هي الكفته وندخل لهم فيها السبانخ ورح يلاقوا الاكله كثير طيبه كمان. رح نحط البقدونس. رح نحط البصل عفوا مع الثوم على النار وطبعا ننطرهم لحتى يدبلوا شوي تنرجع نزيد عليهم السبانغ. لكن رح نقلب على النار مع الزيت البصل والثوم، الثوم مقطعين لشرايح والبصل مقطعين لشرايح أو لقطع صغيرة، وبنرجع منزيد السبانغ. السبانغ اللي كمان مقطعة فيكم تجيبوها متلجة وفيكم تجيبوها طازجة وتقطعوها صغير قبل.
لكن خلينا نشوف اذا مش الحال ولا بعد في شويه لحمه حمراء بالاخر بده يطلع كل لون اللحمه لكينا خضراء بطبيعه الحال بما انه حطينا السبانخ. رح شيلهم حطهم بطبق تارجع اقدر اعملهم مثل ما قلنا تنقدر نعملهم كفته. معي اتصال. مساء الخير مدام نهى. مساء الخير، زي حضرتك؟ اه مساء الخير فعلا دلوقتي. كويس مساء الخير. الحمد لله كويسه كله تمام الحمد لله. ميرسي على السبانخ الحلو ده، بس كنت عايزه اسالك والسبانخ ده ينفع مع اللي عندهم كلى؟ عندهم محصه في الكلى وكده ولا ما ينفعش؟ السبانخ بينفع عند اللي عندهم حصو بالكلى حسب نوع الحصو، يعني في ثلاث انواع للحصو عاده، نوع الحصو الطبيب هو اللي بيعرفه، او الاوكزالات مع الكالسيوم او اليوريك اسيد. اذا عند اليوريك اسيد بينفع، اذا في الحصو بالكلى نوع الكالسيوم مع الاوكزالات ما بينفع لانه السبانخ فيه الاوكزالات وفيه الكالسيوم. فيه الكالسيوم يعني. وفيه الأوكزالات الاثنين مثله مثل الشوكولا مثلا والكاكاو لأنه فيهم الأوكزالات كمان. إذا نوع الحصوة فيها أوكزالات لا أكيد ما بينفع. إذا يوريك أسيد اللي هو معروف متعارف عليه بالعربي الأملاح، أيوة ساعتها ما في مشكلة بالسبانخ أبدا، بصير في مشكلة باللحوم. مشكلة في اللحوم طبعا، لكن هي ممكن طبعا لو كانت حتى لو كانت الحصوة في حصوات بتبقى كذا نوع مش نوع واحد، يبقى الأفضل بلاش سبانخ. لا لأنه إذا مش عارفين شو نوع الحصوة أكيد الأفضل بلاش سبانخ. طيب معلش سؤال تاني. أكيد وطبعا فضل. إحنا عندنا في مصر مش بنعمل السبانخ كده، إحنا طبعا هي بنسويها في السلطة اللي هي إيه؟ معلش ما سمعتك منيح. السبانخ عندنا في مصر مش بنطبخها كده، يعني احنا بنحطها بتاخد على النار سوا مع الصلصه وكده. هل دي تفقدها القيمه الغذائيه بتاعتها ولا هي تتسلق احسن يعني؟ لا هي ما بتفقدها ابدا القيمه الغذائيه، بالعكس هي لما تتسلق بتكون عم تفقد من القيمه الغذائيه تبعها، لانه هلا ومش كتير يعني. هلا طبعا بطبيعه الحال لما يكون في عندنا بوتاسيوم، لما يكون في عندنا فيتامينات اللي هي بنسميها الفيتامينات المائيه اللي بتنزل وبتذوب بالمي، موجوده بمعظم انواع الخضار، فبتنزل بالمي تبع، مش هيك بنقول ميه السبانخ مثلا صحيه كتير، لانه بتنزل بالمي تبعها هون. ساعتها لو نزل شوي منا مشكله، بتضلها صحيه السبانخ، بتضلها بتفضل فيها القيمة الغذائية بتاعتها كلها يعني. بتفضل مش كلها، لا بده ينزل جزء بالمي، بده ينزل جزء يعني بالمي. يعني أي طريقة بتتعمل بيها السبانخ على النار ما فيهاش مشكلة يعني. أحسن من إنه ما تكون بالمي. لا أحسن. يعني ممكن في الطماطم أو في السوب أو يعني الشوربة أو كده. بتطلع كتير حلوة. بتطلع كتير منيحة وكويسة طبعا. أوكي ميرسي أوي، ميرسي جدا. ميرسي يا مدام نهى على اتصالك. لكن هلا الكفته عم بعملهم على شكل كور او كور مطبصه يعني شوي مش كتير كور، رح اعمل بعد شوي اعمل بعد اثنين ورح نحطهم بالفرن طبعا مع طماطم عليهم كمان، الطماطم رح يكون عم بخليهم هيك عليهم شوية صلصة حلوة كتير، وبنكون زدنا كمان نوع من انواع الخضار غير الاسبانيغ مع الطماطم، بنكون زدناه حتى نزود كمان القيمة الغذائية تبع الأكلة. عندنا الطماطم مقطعين شرائح، فينا نحط قطعة على كل قطعة كفتة، وفينا نحط الطماطم معهم كمان بقلب الصينية لينشوه، طماطم مشوية كمان تطلع كتير طيبة. وهيك الطبق بيكون صار جاهز لحتى حطه بالفرن. طبعا الفرن حامي من قبل بوقت. وبدنا نحطهم تقريبا لمدة نص ساعة. هلا خلونا ننتقل لنحط الرز على النار.
رح نحط الطاسة، طبعاً بقلب الطاسة رح نحط معلقتين زيت، فيهم يكونوا زيت نباتي وفيهم يكونوا زيت زيتون. وعندي هون كوب أنا من الرز الأبيض، اليوم ما عم بستعمل الرز الأسمر أو القمحة اللي تعودتوا علي استعمله، حبيت غير على الرز الأبيض بس تقلكن إنه الرز الأبيض الحبة طويلة مثل الرز البسمتي، لكن في عنا الرز المصري، في عنا الرز الأبيض الحبة طويلة، وفي عنا الرز البسمتي. الرز المصري هو اللي بيتخن وهو اللي بيحتوي على وحدات حرارية أكثر من الرز الحبة طويلة والرز اللي هو البسمتي. الرز البسمتي والرز الحبة طويلة بيحتوى على نفس الوحدات الحرارية، حتى لو كان أسمر أو أبيض نفس الوحدات الحرارية، إنما مثل ما دايما بقول الرز اللي هو قمحة كاملة أو أسمر صحي أكثر من ناحية الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن اللي بتكون موجودة فيه، مفيد للأشخاص اللي عندهم مرض السكر بالدم، ما بيرفع السكر بالدم وبيعطي شعور بالشبع أكثر. من بعد ما نكون حطينا الرز مع الزيت وقلبناه شوي، بضل عندي المي، رح نحط كوب ونص تقريبا من المي لانه انا الرز اصلا نقعته من قبل بوقت، ورح احط له ملح. عم بعمل رز ابيض اللي هو من دون شعيريه ومن دون توابل، بس رز ابيض مع الملح. ليه؟ لانه السبانغ تحتوي كثير، يعني طعمها بيكون حاد وقوي مع اللحمة، فدايما لما بدنا نعمل رز حدا أفضل يكون الرز أبيض من دون ما يكون فيه توابل كتير وبصل وهيك مطيبات. منا بحاجة نكون حاطين أو نكون عاملين رز حد، الكفتة بالسبانغ فيها كتير مطيبات، رشة ملح بتكون كتير كافية. خلونا ناخد فاصل صغير ومن بعدها بنرجع مع بعض لحتى نحضر شوربة الشوفان. بريك ومنرجع.